كفران برليان. الله, هو اكبر. الله. الله هو أكبر الله أكبر علي. الله أكبر الله <متحدث> أكبر أسمي رايد فارس مدير راديو فريش مدير منظمه اتحاد المكاتب الثوري بسوريا انا الصحفي اللي صورت هذا الفيديو اللي شفتوه كان كتير سهل انه اوصل على المكان ووصلكم الصوت والصوره من خلال الفيديو بس اللي كان مستحيل انه يكون فيني اوصلكم جزء كثير مهم اللي هو الريحه اللي بتشمها لما بتوصل على مثل هذا المكان هي ريحه الدم المحروق ريحة الخضرة المحروقة، ريحة الأشلاء، ريحة البارود. ريحة القهر والألم لخمسين سنة ترسخ بذاكرتي وكل ما مرقت من هذا المحل بشم ذات الريحة. السؤال كان بيسوى إنه نعمل ثورة ونلقى كل هذا الشيء ضد بشار الأسد؟ كان مهم وراح خبركم ليش. برجع ل 1979 كنت سبع سنين طفل عمري سبع سنين راقب من شباك بيتنا جارنا طوقوا بيته اكثر من خمسين عنصر امن لما حاول يهرب لحقوه قتلوه حملوه في سياره واخذوا جثته 1982 طفل عمري عشر سنين طلعت شفت اهالي حماه جايين على الضيعه رجال نساء اطفال لما صارت الاطفال اللي من جيلة، أشو اللي صار خبروني عن مجزره ارتكبها الاسد الاب حافظ الاسد في في مدينه حماه قتل اكثر من أربعين الف مواطن سوري وهجر الباقين سنه 2000 مات الدكتاتور حافظ الاسد كان ممكن يتحقق حلمي اني اشوف رئيس سوري جديد، رئيس رئيس غير الرئيس اللي كان عمره 28 سنه وانا على ذات الرئيس. بس في 45 دقيقه اجتمع البرلمان، عدل الدستور وصار بامكانه ابنه للدكتاتور بشار الاسد يكون رئيس وعمره 34 سنه وهيك رجعنا لذات الدائره ولذات الحكم لذات المزرعه مزرعه عائله الاسد اللي ما كنا نحن فيها حيوانات بس نحن ما كنا عبيد كنا الحيوانات في هاي المزرعه في 2011 اطفال من درعا كتبوا على الجدران كتبوا على حيطان مدرستهم عبارات ضد الاسد اعتقلهم النظام عذبهم اقتلع اظافرهم صار الشعب في درعا. طلعت اول مظاهره في درعا 18/3/2011. النظام قتل اثنين متظاهرين في المظاهره نفسها. نحن في كفرنبل في الشمال السوري قررنا انه ما نترك درعا لوحدها في مواجهه النظام، لهيك مجموعه شباب مع بعض بشكل سري نسقنا لمظاهره وب 1/4/2011 طلعنا وهتفنا وكانت اول مره من خمسين سنه نهتف عبارات ضد النظام وفي الشارع كان الشعور ما هو طبيعي ابدا. ب 1/4 كسرنا حاجز الخوف، انتصرنا. ب 1/4 قررنا انه بطلنا نكون حيوانات. صارت مظاهرات في سوريا وفي كفرنبل، لأنه ما في وسائل إعلام في سوريا ما في وسائل إعلام حرة، لهيك كان المفروض يكون في ناشط صحفي يغطي هاي المظاهرات ويوصل الصوت لبرا في كفرنبل كنت أنا الناشط الصحفي بهاتف نوكيا ستة سلايد وسقت معظم المظاهرات ومعظم انتهاكات النظام ولأنه كمان ما في آه وسائل إعلام حرة لهيك كان لازم نكتب مطالبنا على لافتات على بسترات، بكل اللغات كتبنا لافتات ونشرناها نظام وجهنا بعنف لا يمكن لعقل بشري يتخيله بالمطلق رصاص حي دبابات مدافع طيران طيران حربي كيماوي وبوعدكم لو عنده نووي

6/12/2012 هي ما هي تواريخ بس هي تواريخ مرتبطه في مجازر ولو بدي اعد كل المجازر اللي حصلت في هاي المدينه الصغيره بضل الصبح كل مجزره على الاقل 10 شهداء وتوصل لل 50 شهيد هود ما هن ارقام ابدا ما كانوا ارقام هود بشر اقربائي ناس بعرفهم اصدقائي كان ممكن انا اكون منهم ناس عندهم ماضي عندهم مستقبل عندهم قصص حب ماتوا قتلهم الاسد هود جزء من اكثر من 500 الف مواطن سوري كمان بشر مثل مثلكم قتلهم الاسد في 21 8 2013 الاسد ضرب كيماوي على الغوطه كيماوي نحن بشر ما حشرات ألف 1600 مواطن سوري بالغوطة اختنقوا بطل فيهم يتنفسوا لحتى ماتوا في ثلاث ساعات بشر مثلنا مثلكم المجتمع الدولة كثير بشيء مثير للسخرية فعلا انه اخذ جزء من سلاح الكيماوي من الاسد المجتمع الدولي اعتقل أدوات الجريمه وترك المجرم طليق عم يقتل بمختلف انواع الاسلحه الاخرى لانه ثورتنا ما كانت ما كانت ما تمدي على المجتمع الدولي ولا مجلس الامن انه لا يحللنا قضيتنا ومشكلتنا لهيك قررنا نشتغل بايدينا ونقرر مصيرنا ومستقبلنا بايدينا خلقنا منظمه مجتمع مدني اشتغلنا على التعليم على المرأة لتكون قادرة تاخذ دورها في المجتمع على الطفل لأنه هو مستقبل سوريا على المراهقين ليضلوا ضمن إطار المجتمع المدني اللي هو الوحيد القادر على مواجهة كل أنواع الإرهاب والديكتاتورية ولأنه لأنه هيك لأنه شغلنا هيك واجهنا ارهاب الاسد وما هو بس ارهاب الاسد، واجهنا كل انواع الارهاب اللي خلقها الاسد. خلقها الاسد بس ليبين للمجتمع الدولي انه ما يحصل في سوريا انه هي حرب الاسد ضد الارهاب. والحقيقه انه اللي حصل هو الشعب السوري اللي هو ضحيه الارهابين، ارهاب الاسد من جهه وارهاب داعش والتنظيمات المتطرفه من جهه اخرى. والدليل نحن كمنظمه مجتمع مدني احرق مكتبنا نظام الاسد مرتين وقصفوا مرتين من ناحيه ثانيه داعش دهمت مكتبنا مرتين في يناير 2014 ساعة 1:00 في الليل لما رجعت من المكتب الاعلامي على البيت وركنت سيارتي جنب الحيط ونزلت من السيارة، اثنين مسلحين كانوا ثلاث امتار بعيدين عني، فتحوا النار، خمسين طلقة ضربوها باتجاهي، ثلاثة منهم في صدري. أربع شهور لحتى تعافيت. وما خلصت الأمور هون. تنظيم القاضي اعتقلوني أكثر من مرة، ودهموني أكثر من مرة، وعلقوني من إيدي للزقف. ساعات لحظات ما بتمنى لحدا منكم أبداً ابدا يعيش في يناير 2016 حصل امر مهم تنظيم القاضي بعد اعتقاله اضطر واجبر تحت ضغط الشعبي والاعلامي انه يطلق سراحه ويكتب شيء مكتوب انه اخطا باعتقاله انتصر المجتمع المدني في مواجهه السلاح نحن الشعب السوري بديناها ثورة، الأسد شعلها حرب. الأسد مستمر في القتل حتى الآن بس نحن مستمرين في ثورتنا لحتى نوصل لدولتنا الحلم اللي هي سوريا ديمقراطية للكل. الثورة الفرنسية غيرت وجه أوروبا في العصور الوسطى لأنه غيرت الإنسان من جوا. الثورة السورية بوعدكم رح تغير وجه الشرق الاوسط كله لانه عم بتغير الانسان من جوا ولانه الثورة فكرة والفكرة ما بيقتلها الاسد والدواعش والمتطرفين اختاروا القتل اختاروا الموت نحن الشعب السوري اخترنا الحياة ونحن بدنا نعيش وما في أجمل من زهرة تتحدى الموت والخراب والدمار وبتطلع وبتشرق أمل ولهيك رح شارككم إحساسي بلغة الكون رح أحاول وصلكم إحساسي